Ben abi. Rahatım. Emery. What happened with Emery? I dropped. فيلم ثانك يو فور يور سيرفيس. هو هذا فيلم حربي يتكلم عن جنود راحوا لحرب لخوض حرب العراق ويرجعون من هناك. القصه هي مش داخل العراق يعني او الحرب بشكل عام، هي قصتهم يرجعون لامريكا ويبين يعيشون حياتهم الطبيعيه، لكن هناك في مشكله اللي هي نفسياتهم تتغير وتصير عندهم اضطرابات سواء كان في الشخصيه الرئيسيه او اصحابه. فكل واحد يعني يبي يعيش حياته لكن في نفس الوقت قاعد يفكر في الناس اللي كانوا معاه في الحرب. واحد يفكر بالانتحار، واحد يفكر انه ما يعرف شو يسوي، كيف يعيش مع عائلته، امور كثيره مثل هذه النفسيات يعني تلعب دور كبير. فهذه هي ماخوذه من قصه حقيقيه وقعت حق هؤلاء الجنود. نوعيه هذا الفيلم، اولا هو فيلم نفسي وفي نفس الوقت تقدر تجيب عليه اشياء كثيره. يعني العنوان بنفس بحد ذاته ثانك يو فور يور سيرفيس، شكرا لخدماتك، هذه الكلمه قويه جدا، هذه الشكليه. لكن في نفس الوقت ايضا يتكلم في موضوع مهم جدا، يعني الحروب والمشاكل والمآسي اللي تصير وانت تحارب لاجل مين، اخرتها ترجع لبلادك شغول وامور كثيره. في نهايه الامر بدل ما يكافئونك مكافاه مش معنويه ماديه، يقولوا كلمة واحدة مشكور ما قصرت، فهني أنت تحزب خاطرك. فهذا له معاني كثيرة يعني هذا العنوان، فيعطيك بنفس المعنى أن العسكر اللي راح العراق شكرا على خدماتك، بس يمت رجعت لأمريكا إيش سويت له؟ ما عطيت له يعني تأمين صحي، ولا سويت له تأمين في بيته، ولا تأمين عمل، يعني حتى وظيفة ما عندك، يعني كعسكري خلاص تنتهي خدماتك، ما عندك شغل إلا كان أنك تشتغل كمتطوع وترجع لأمريكا وما عندك أي حاجة. فهذه الأمور يعني مؤثرة جدا. فالفيلم يتكلم بهذه الشكلية، لكن في نفس الوقت أيضا يتكلم في موضوع مهم جدا، يعني الحروب والمشاكل والمآسي اللي تصير وأنت تحارب لأجل مين، آخرتها ترجع لبلادك. كذلك عجبتني أدوار الأخرى مع هذا البطل اللي مثل دور صديقة أسمراني ما أعرف شو اسمه، دوره جدا جيد. وكذلك دور زوجته، زوجة البطل، كانت جيدة أيضا في هذا الفيلم. الفيلم في مراحل بطيئة، مراحل تخلي الواحد تقول يعني ما كان له داعي المخرج يطول فيها وجابها، بس في نفس الوقت في نهاية الفيلم تقول أي نعم كان لها ضرورة، ليش أنك تبغى تشوف المأساة والتعب في نهاية الفيلم، ليش حصل له هذا الشيء. في هناك عنصر مفاجأة أيضا موجود على الخفيف يجيك في نهاية الفيلم، هذا أيضا جميل أن المخرج أو كاتب السيناريو اكتنزه أو خلاه خباه حق نهاية الفيلم. فيلم جيد، فيلم يستحق المشاهدة. Thank you for your service من الأفلام يعني أقدر أقول ليست الممتازة بل الجيدة اللي صنعت في سنة 2017، وتقييمي لهذا الفيلم 3.5 من 5.